جوجيتسو في العالم. كان في 2007، مما يعني انه يمارس هذه الرياضه منذ فتره طويله ك يعني حزام اسود. يبدا النزال. روملو باهاو بالبدله الزرقاء على يمين الشاشه، واللاعب روماريو بالحزام الاحمر على يسار الشاشه في وزن تحت ال 85 كيلو جرام. يفضل روملو باهاو. حلوه، يا سلام، يعني فك قبضه مارتنز بطريقه جميله في هذه اللقطه. من حركات المفضله الاحتجاز العنكبوتي السبايدر جارد، وايضا يحب مثلث الخنق، محاولة للخنق باستخدام البدلة. البدلة روملو باهاو مواليد 85 عمار، يعني يلعب، كان يقدر يلعب بالماستر، 31 سنة عمره تقريبا، بس يفضل انه يلعب بفئة الكبار. حتى الجوائز المالية على مستوى الكبار اكيد على حركة الأوموبلاتا، يتفاداها اللاعب روماريو ويحاول الذهاب الى السيطره الجانبيه الكليه للاعب روملو باهاو. يعني تخيل عمار عنده، يعني كبدايه من بداياته بدا هو الـ يعني في الفنون القتاليه في رياضه التايكوندو، يعني الى ان وصل عمره الى 19 سنه حصل على حزام الاسود في التايكوندو، ويعني بدا التدريب الجوجيتسو بعد ال 19 سنه. واو، يعني 11 سنه او 12 سنه يلعب فيها جوجيتسو، يعني بدا عمره 15 فاستمر الى عده سنوات في التايكوندو وبعدين تركها، بس عنده حزام اسود يعني في رياضه مختلفه تماما. يعني ممكن مختلفه شوفها تماما، ممكن تشوفها الفنون القتاليه المختلفه مختلطه، ممكن يعني الكثيرين من اللاعبين المتواجدين هنا في ابو ظبي في هذه البطوله شاركوا في بطولات الفنون القتاليه المختلطه، منهم ماكنزي دون ايضا تطمح الان في شهر يوليو ان تدخل هذا التحدي. روملو باهاو يتفوق بحركة استسلام الآر بار الجانبي، جميلة من روملو باهاو. راح يكون عنده بعد قليل روبرتو سايبورغ. سايبورغ، نعم، روبرتو سايبورغ فيليو اللي تكلمنا عنه من الأسماء الكبيرة أيضا مع اللاعب. أشوف هذه الإعادة، شوف الإعادة، شوف أنت الجميل وين مسك الايد روملو باهاو ولف عليه لفه جميله. شوف اعاده، تدرس الحركه رائعه، واحد يحاول يحط رجله، وشوف اللي حتى اليد اليمنى، اليد اليمنى ماسكه الحين الذراع، دار عليها، شوف دار عليها اربار من جهه جانبيه ما يقدر عليها، صعبه حلوه.